فصل من إنجيل معلمنا مرمى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع
المزامير يا بينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا. طوبى هم الذين بلا عيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. طوباهم الذين يفحصون عن شهادته ومن كل قلبهم يطلبونه. مبارك نلاتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: من تراه هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا طفلا وقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن اتضع مثل هذا الصبي فهذا هو العظيم في ملكوت السماوات. ومن قبل صبيا هكذا باسمي فقد قبلني. ومن آثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر رحى ويغرق في البحر. وايل للعالم من العثرات، فإنه لا بد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العسرة. فإن عسرتك يدك أو رجلك فاقطعهما والقهما عنك، لأنه خير لك أن تدخل الحياة وأنت أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية، ولك يدان أو رجلان. وإن أعصرتك عينك اليمنى فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن تدخل الحياة وأنت أعور من أن تلقى في جهنم النار، ولك عينان. تحل علينا نعمته وبركته للآن وإلى أبد الأبدين كلها أمين. إنجيل معلمنا متى البشير في هذا اليوم المبارك في أمور كانت في الفكر البشري موجودة عند التلاميذ
يقول لك في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: من ترى هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ السيد المسيح كان التلاميذ بيسمعوه طبعا بيتكلم على الملك السماوي وعن الحياة الأبدية، لكن هم كان الفكر اليهودي مسيطر عليهم ان المسيح المنتظر ده هيجي اول حاجة هيشيل الدولة الرومانية دي، لان كانت فلسطين مستعمرة من الرومان، وهيعمل مملكة لليهود وهو هيبقى الملك. الفكر اللي كان مسيطر عليهم. وحتى مرة أولاد زبدي أمهم قالت للمسيح: اللي طلب عندك خير. أولاد زبدي هو القديس يوحنا الحبيب اللي كان بيتكي على صدره، وأخوه يعقوب الكبير، بيقولوا عليه يعقوب الكبير عشان فيه يعقوب أخو الرب اللي هو كان ابن خالة المسيح. فقالت له: أنا عايز أولادي واحد يقعد عن يمينك وواحد يقعد عن يسارك، واحد يبقى رئيس وزراء والتاني يبقى وزير الخارجية. فكر، كان الفكر اليهودي هو ده، عايزين المخلص اللي هي يخلصهم من الرومان ويأسس دولة يهودية قوية وكل ممالك العالم تخاف منها. فسألوه سؤال: من ترى هو الأعظم في ملكوت السماء؟ في الملكوت. فالسيد المسيح عايز يغير الفكر بتاعه، واحنا ساعات الفكر اللي بيسيطر علينا. يبقى الواحد عايش كويس يجيله فكر انه عايز يبقى احسن من كده، او عايز يمسك سلطان او يمسك منصب. السماء مفيش كده، في نجم ينتزع النجم في المجد، اللي بيجاهد اكتر هياخد مكافاه اكبر في الحياه الابديه السعيده. فالسيد المسيح عايز يصلح الفكر ده، يمسح الفكر اليهودي ده. يقول لك: فدعا طفلا واقامه في وسطه. وعلى فكره كانوا الاطفال منبوذين في المجتمع اليهودي والرومان، كانوا يحتقروا الاطفال عشان الطفل بريء وما لهوش طلبات وما عندهوش قوه، كانوا يحتقروه. جاب طفل عيل وقال لهم: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. يعني أنا منصب كبير هنا وأبقى عايز صغير عشان أخش ملكوت السماوات؟ لا طبعا. أو واحد من الكتبة الكبار ولا الفريسيين ولا الكهنة عشان أخش ملكوت السماوات يرجع يبقى عيل؟ لا، مش هي دي المقصودة. إنما البساطة اللي موجود فيها الطفل، البساطة والاتباع. الطفل بسيط جدا، يعني أنت جيب ثلاثة أربع أطفال حط لعبتين ثلاثة وتبص تلاقيهم قامت معارك بينهم وقعدوا يزقوا بعض ويخبطوا في بعض، وبعد ثواني تلاقيهم نسوا الموضوع مصطلحين مع بعض ويلعبوا مع بعض ومفيش ولا حاجة. تعال شوف الناس بقى، البشر. واحد زعلان مع أخوه لجأ للكنيسة، جاء يا أبونا أخويا زعلان معايا وإحنا زعلانين سوا وأنا عايز أصلحه مش عارف أصلحه إزاي. فقدسك اتدخل في الموضوع عشان تحل المشكلة بينا ونتصالح. يا أبونا يروح يزور الأخ يقول له: أبدا مش عايز أشوف وشه، بيمشيش في جنازتي. مش الصعيدة بيقولوا كده؟ لما ما يمشيش في جنازتي. وانت جنازتك انت كمان الجنازه هتحدد مين اللي يمشي ومين اللي ما يمشيش. ما انت بت وخلاص. ده اللي بيحصل. ومعارك بقى ومعارك، ويقول لك اصل هو خد راط ابويا، خد منه حته زياده ليه، طمع. وابونا بقى يحاول يصلح ويحاول، صعب. عشان كده المسيح يقول لك: دعا طفلا واقامه في وسطه. بساطه الطفل. انت ممكن الطفل ابوه يضربه بالقلم فيعيط، ابوه يطلع له بنبنايه يقول له: معلش ما تزعلش، ودي له بنبنايه يقول له: انا بحبك يا بابا. والدمعه نازله على خده كده سايحه
وهو مبسوط وبيضحك عشان يبيت دلو البناية وقال له أنا بحبك. دي البساطة. ربنا عايزنا نكون بسطاء. كونوا حكماء كالحياة. يعني البساطة ما تمنعش ان الواحد يكون حكيم. ياخد باله من نفسه. عينيه في نص راسه. لكن يكون بيتعامل مع الناس ببساطة. بيتعامل مع ربنا في بساطة. الله بسيط. وبيرضى بأي حاجة. واحد بيصلي له الأجبية كلها طول النهار ربنا بيقبلها منه. واحد ما بيقدرش يصلي بالأجبية لكن بيقول له مزمورين الصبح مزمورين الظهر مزمورين بالليل برضه ربنا بيقبلهم منه وبيسمع له. واحد مش قادر يصلي خالص نايم في السرير وبيعيط من المرض والوجع وبيقول له ارحمني يا رب أنا محتاج معونتك ربنا بيسمع له. أسمع صراخ المسكين وتنهد البائسين. إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. وقال بقى بدأ يشرح من اتبع مثل هذا الصبي فهذا هو العظيم في ملكوت السماوات. المشكلة الكبيرة إن الإنسان أول ما يلاقي نفسه كده بقى كويس شوية يتنفخ يتكبر الكبرياء يضربه يقول لك أنت عارف أنت بتكلم مين؟ بكلم مين؟ واحد من البشر. في قصة افتكرتها دلوقتي حصلت مع البابا بطرس الجولي مبعوث جسده عندنا هنا في المزار. كان قاعد هنا فارد حصيرة أو حاجة زي كده قاعد. وكان روسيا كان نظام القياصرة. فقيصر روسيا روسيا طول عمرها لما درست في التاريخ يقول لك عايزة توصل للبحار الدفيئة لأن كل البحار عند روسيا بتبقى أغلبها متجمد في الشتاء فعايزين يوصلوا للدفء يبقى ليهم أماكن وقواعد في الجنوب. فجاء مندوب القيصر قال أنا عايز البابا بطرس الجولي. فقالوا له روح هناك. هو فاكر زي عندهم في روسيا البطرك عندهم يلبس صلبان ذهب وتبان ذهب وماشي بصلبان ذهب واللبس كله مرصع بالألماز. فبيدور على البابا بطرس فبيسأله قال له أنا عايز البابا بطرس. البابا بطرس قاعد قدامه على حصيرة وماسك الإنجيل بيقرأ وبتشمس يظهر كان الجو خريف. فقال له أنا مندوب القيصر. قال له خير. قال له القيصر بعتني عايز حماية الأقلية الأقباط في مصر. عايز يعمل حماية. ما يجي يعمل حماية يعني هيخش يستعمر البلد. فالبابا سأله سؤال. قال له هو القيصر ده بيجي له مرض ولا ما بيجيلهوش؟ قال لا بيجي له طبعا. قال القيصر ده بيجي له يوم يموت ولا ما يموتش؟ قال له طبعا ما فيش حد بيعيش على طول. قال نحن نتكل على إله لا يمرض ولا يموت. والراجل المندوب لما عرف إن ده هو البابا قال إذا كان في حد يقف بعد المسيح مباشرة يبقى هو البابا بطرس بتاع كنيسة الأقباط. عشان بساطة البابا واتضاع البابا والكلام البسيط اللي كلمه له. فربنا عايز البساطة وعايز الاتضاع. الإنسان اللي بينتفخ ده بيضيع. إلا قبل السقوط تشامخ الروح. ومن يتضع يرتفع. والعذراء لما الملاك بشرها راحت عند إليصابات وقالت لها من أين لي أن تأتي أم رب إليها. قالت لها تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى اتباع أمته. ربنا بص للاتباع بتاع أمته خدمته عبدته. الناس فاكرة واحد يلاقي نفسه عظيم هنا ومعاه فلوس عايز يبقى في السماء نفس الحكاية. لا طبعا دي بدها مشوار من الجهاد. قال لهم من قبل صبيا هكذا باسمي فقد قبلني ومن أعصر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين به فخير له
أن يعلق في عنقه حجر راحة ويغرق في البحر. زي ما قلت في بداية الكلام كانوا يحتقروا الأطفال، فهو قال لهم من أعصر أحد هؤلاء الأصغار الصغار المؤمنين باسمي فخير له أن يعلق في عنقه حجر راحة ويغرق في البحر. ويل للعالم من العصرات، في عصرات، ومين اللي بيجيب العصرات؟ البشر نفسه، الناس بتعصر بعضها، واحد بكبريائه، واحد بتسلطه، واحد بعنفه، واحد بفلوسه. يقول لك شوف بيتكلم بفلوسه والناس تعصر فيه. أصعب حاجة العصرة، وإحنا رجال الله ورجال الدين لما الواحد تصدر منه حاجة كده خطأ الناس تعصر فيه. وإنك شوف حتى أبونا اللي بنصلي وراه تتعب الناس. عشان كده السيد المسيح عايزنا نبقى في صورة الناس تشوفنا، تشوف أعمالنا الصالحة. ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. قال المسيح ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العصر. وقال لنا حاجات ما فيهاش هزار. إن أعصرتك يدك أو رجلك فاقطعهما والقهما عنك، لأنه خير لك أن تدخل الحياة وأنت أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية. ولك أيضاً ورجلاً لما أعصرتك عينك فاقلعها والقيها عنك، خير لك أن تدخل الحياة وأنت أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان. في واحد طبق كلام ده عملي، هو سمعان الخراز. جات له واحدة غامية وقالت له أنا عايز أصلح المداس بتاعي، فقال لها طب اقلعيه. فقالت له هو بتشلح رجلها كده، فراح ماسك المخراز وضربه في عينه، فالونية صرخت وجريت، طبعا الدم نزيف فظيع. وطبق الآية حرفيا، كانت النتيجة ان هو اللي نقل الجبل المقطم. اتباع الراجل وبساطة الراجل وطيبة قلب الراجل وتنفيذ الوصية، وإن كان نفذها حرفيا، إنما ربنا مش عايز، يعني مش ربنا عايز واحد يجيب سطور ويقطع دراعه ولا يقطع رجله ولا يجيب مخراز ويشيل عينه زي سمعان الطبار، مش عايز كده ربنا. لكن يقطع إيدين الشر، واحد بيشتغل حرامي يقطع الشر اللي في إيده، ما يسرقش، أو واحد يروح أماكن وحشة يقطع رجله عن الأماكن الوحشة، أو عينه مش بسيطة يحولها. هو ده اللي ربنا عايزه مننا. فالنهاردة ربنا بيطلبنا بعدة حاجات. أول حاجة أن نكون بسطاء. نمرة اثنين نكون متواضعين. نمرة ثلاثة نكون شفوقين ورحومين حتى لا نعصر الناس الذين حوالينا. ده ساعات العصرة تيجي في البيت، الواد يقول لك أبويا ده جبار، أبويا ده كله شر. شاب أبوه شديد بيعمله معاملة وحشة، بيعصروا فيه، يروحوا الكنيسة يسمعوا كلام، لا أبوه بيعمل كلام آخر فبيعصر في أبوه. يقول لك أبويا ده شرير، ما أعتقدش إنه يخش السماء، ما في عصر. أصعب حاجة العصر. وفي الراجل القائل مندوب القيصر قال لك لو في شخص بعد المسيح يبقى البابا بتاع الأبواب. ليه؟ بساطة الرجل وطيبة الرجل وكلام الرجل البسيط أثر على هذا المندوب بتاع القيصر. ربنا عايزنا كده، إن احنا نملى المكان بهجة اللي احنا موجودين فيه، مش نعسر الناس ولا نتعب الناس ولا نضايق الناس. صعب خصوصا لو الواحد دي خدمة، يقول لك الواد بيخدم في الكنيسة، خدمة اللي بيعملها دي؟ ده أمه تقول له مش قادر أقوم هات لي كوباية مية، مش عايز أجيب لها كوباية مية. مش دي حاجات بتحصل في الحياة اليومية معانا؟
بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل. البيت بتاعك. فالإنسان الحلم اللي المسيح مالي قلبه يبهج الناس اللي حواليه. يبهجهم ويخلي المكان مليان سرور، مليان فرح، ويبقى كلامه ملح بملح، مش كلامه تقيل وشديد. ربنا ما يحبش هذا الأسلوب. ده هو كان حنين قوي، كان حنين قوي خصوصا على الناس الضعفاء والخطاة والمساكين والناس المرضى والناس المحتاجين المساعدة. كان حنين جدا رب المجد يسوع. وقال عبارة جميلة جدا تمشي مع الإنجيل ده كله: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. شوف قول المسيح كان بيعمل ايه. يعني انت جالك موقف مش عارف تاخد فيه قرار، قول لو السيد المسيح موجود دلوقتي كان هيتصرف ازاي. شوف المسيح فكر كده، شوف السيد المسيح لو بجد كان هيتصرف ازاي، وابتدي تصرف انت. اكيد هتتصرف تصرف عاقل جدا وتصرف بسيط جدا وتصرف مش هيأثر حد ابدا. ربنا ادينا نعمة، ادينا بركة، ادينا حكمة ان احنا نكون بسطاء ومتضعين ولا نعسر احد ابدا. له كل مجد وكرامة من الان والى ابد الابدين كلها امين. نصلي من اجل بلادنا المحبوبة مصر، تتقدم اكثر فاكثر بقيادة الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي، وبصلوات أبينا صاحب القداسة والغبطة البابا الأمبراطوريوس الثاني، وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا رفائيل. ونشكر أيضا التلفزيون المصري وخاصة رجال القناة الثقافية الذين ينقلون لكم هذا القداس عبر القناة الثقافية. ولله كل مجد وكرامة من الآن والأبد الأبدين كلها أمين. أغنية طوخن أم اسمي نيس بنت باي ومن بإلهين واحد الله الأب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في جار، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتألمس، صلب عنا على بلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من الأموات في اليوم السادس كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمكيه قضاء
نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المسيح من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والاب الناطق الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف بمعاديه واحده مغفره خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين. اختيار سبحان الله Schlele flogite Ebi prosia cista siti Ere ne va si E to pneumate تفقتم برومي اهري اجان تمتا اقو اوف مرتف اخون بقزموس هيتم بفصونوس انت بزيابلوس اكشي ارشور هيتم بي اون هيفل ان رفتان قو انت بكمونو جنيس انشير بنشويس اوه بن نوت و بن صوت تيريسوس في خريم إيستوس وملأت الأرض من السلامة التي من السماء آوات هذه التي أجناد الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصام صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية كروف نفن نمت شودي نفن نم بانور
جياني إيبان نمت مترف إرف ما بنتتي كاقيت إرفورين مفمو واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير الميت السمية بالمسيح يا رب هانا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا تقدموا تقدموا على هذا الرسم قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصر بشفعة والدة الإله القديسة مريم يا ربنا املانا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح ما الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة Sex.
الساكن في الآلي والناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر كل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجدي المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس كيفو الذي يقف أمامه الملائكة والرؤساء والملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات والقوة وإلى شرق زوروا في كل شأن وبالأكثر مختار هو أمور جوهرها
وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لدة محبتك للبار. شار خلقتني إنسانا كمحب للبار. شار ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن. أقمت السماء لها سقفا وثبت للأرض لأمشي على آيها. من أجل ألجمت البحر، من أجل أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدماها. لم تدعني معوزا شيئا من أعمالك رامتك. أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي، وكتبت في صورة سلطانك، ووضعت في موهبة النطق، وفتحت للفردوس لآتانا وأعطيتني علم معرفتك. أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكات الموت. غرس واحد نهيتني أن آكل منه، هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده، فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموسا برأيك، وتكاسلت عن وصاياك. أنا اختطفت لي قضيات الماء بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة. أنت الذي أرسلت للأنبياء من أجل أنا المريض، أعطيتني الناموس عونا. أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك، كنور حقيقي أشرقت للضالين وغير العارفين.
أتيت إلينا على الأرض، أتيت إلى بطن العذراء. أيها الغير المعوز، أنت الإله، لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله، لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العاب، وباركت طبيعتي فيك، وأكملت ناموسك عني، وأعطيت ريتني القيام من سقطاتي، أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم، أزلت لعنة الناموس، أبطلت الخطية بالجسد، أريتني قوة سلطانك، وهبت النظر للعميان، أقمت الموت من القبور، أقمت الطبيعة بالكلمة، أظهرت لي تدبير تعطفك، احتملت ظلم الأشرار، بذلت ظهرك للصياط، وخديك أهملتهما للطم، لأجل يا سيدي لم ترد وجهك عن خزيال بوصى. Thank you.